اهلا بيك في حضرة الشيخ سعيد الدجال. اكشف المستور من ورا البحور، وعندي حساسية في صدري من البخور. اموريني يا ست الكل. 10 سنين متجوزني ولا عمره دخل عليا بهدية. اتصرف لي بسرعة في الحكاية دي. عايزة جوزك يجيب هدية. لا حضرتك كده عايزة يا اسامة منير يا سوق دوت كوم، انا ماليش فيه. نيكست. ليه صبرك عليا؟ هو انت مش دجال ولا ايه؟ لا بمعنى يعني تفك عمل تعمل عمل تحضر عفريت وتلبسه. نعمل حاجه اخر. اتصرف. نعمل شويه شغل خلاص يا حمو. لا حضرتك ده العفريت الشخصي بتاعي، بس احنا خدنا على بعض فبنخش في الشغل على طول من غير بقى دخنه ورعشه والحاجات دي. اصلا كمان الحاجات دي بتخليني اشوف حاجات وحشه بالليل يعني. حمو. يا ولي يا عم سعيد، عندي حوار معك اني اخلصه واجيلك. قفلت ياض العمل السفلي بتاع مدام سحر اللي في العاشر؟ قفلته. طب وقلب الحبيب بتاع الدكتورة منى؟ بقولك ايه، هي زعلت مننا المرة اللي فاتت لان القلب ما كانش طازة. ماشي، الست دي جوزها ما بيجيبش هدايا، هنعوز شوية معلومات جمعها لي على السريع وابعتها لي. انجز يا حمو. بعت لك كل المعلومات على الواتس. افتح العصايه واستقبل. افتح لك اوتو ستوب. اتكل على الله. انت ازاي بتقولي ما بيجيبش هدايا؟ نبي ما بيجيب. لا ده جايب هديه اهو. مش انت هياتم ترتر اللي شغاله في كباريه الاخلاص؟ هياتم ترتر، ودول مين دول كمان؟ لا يبقى ده اسمك على ترو كولر بقى، بيغيريه مش مشكله. لا ايه ده انا عندي كمان جايب لرشا وعلياء وفي نشوه طويله جدا. ده في روي كمان، ده كلب. ده يجيب هدية للرقصة وما يجيبليش؟ حاضر. هي دي مشكلتك، انا بقول لحضرتك ده جاب لي كلب وما جابلكيش. انت متخيله؟ متخيله. انت حضرتك تطلعي من هنا على ريهام سعيد، احنا هنا برنامج كوميدي ده اخرنا. يلا اتكلي على الله. يلا خد الحساب من المدام يا حمو. هنخش بقى في خيانه زوجيه وكلاب وبتاع، احنا ناقصين. اقعد يا هشام يا حمدي. ايه ده؟ انت عرفت منين؟ لا ما حضرتك انا دجال يعني دي شغلتي. ايه مشكلتك يا هشام مع الهدايا؟ دي كمان عرفتها ازاي؟ يا حبيبي انت اصحابك على الفيسبوك عارفين معظم معلوماتك، مش عايز دي انا اعرف. انا دجال. شوف انا ايه حكايتي مع الهدايا النهارده؟ اخلص، ايه حكايتك مع الهدايا؟ ما بعرفش، كل ما بجيب هدايا لمراتي ما بتعجبهاش. عشان تجيب هدايا لست لازم تتعب نفسك، مش اول ما تلاقي في وشك دبدوب تقوم تجيبه. اكيد هترميه في وشك، مش رميته في وشك. وما تجيب لهاش كمان خلاط 5 سرعات، لان كده يبقى انت مش عايز تسعدها، انت كده بتبقى عايز جوافة باللبن. اتعب نفسك حبيبي، اتعب نفسك شوية. عملت كده وعصرت دماغي وحوشت وجبت لها حاجة سبيشيال، حاجة هي بتحبها قوي وكانت غالية قوي 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 قوي، وبرضو مش عاجب. ايه ده جبت لها ايه؟ جبت لها إيه؟ انت المفروض ان انت دجال، يعني انت المفروض تعرف انا جبت ايه. لا ما انا مش هركز بقى في الحاجات التافهه الصغيره دي، اخلص. جبت لها علبه الوان 260 لون. 260 لون يا حبيبي؟ انت متجوز واحده في تانيه تاني يا حبيبي؟ انك تجيب هديه للستات ده علم قديم وبحر ملوش قرار. ما ينفعش تجيب هديه للست تحسسها انها وحشه ولا كبيره ولا تخينه ولا حتى عادية. الستات يا ابني انت بمنظرك ده هتشلني كده، مش هتعمل حاجة. بقولك ايه، انا هعمل لك عمل اخليها تحبك وتحب اي هدية انت تجيبها لها وخلاص. يلا. ازاي؟ لا يعني اعمل ايه؟ يعني اجيب عفريت يحلف على المصحف عشان تصدق ان انا دجال، ويتحرق العفريت خالص بقى وابقى خسرت صناعيه بتوعي، ولا اولع في المكان ده كله واروح ابات في شقه المانيال عشان تصدق اني دجال؟ يا اخي دجال. طيب خلاص، والله انا خلاص اقتنعت ان حضرتك دجال يا مولانا. قول لي بقى طلبات حضرتك ايه عشان نعمل العمل. هنعوز جل شعر للولا حمو، وهنعوز سمارت فون لسيد. سيد ده عفريت شغال معانا هنا، ولد غلبان. هو مش المفروض الطلبات بتاعت حضرتك بتبقى عرف ديك ركب نمل وراك فراخ؟ لا ما حضرتك مش داخل عند فرارجي. لا الكلام ده كلام قديم، العفاريت دلوقتي بقوا حاجة تانية خالص. اكتب بقية الطلبات ركز. هنعوز اكس بوكس لعصام العفريت، لان معظم شغله في المصباح ما بيطلعش بره فبيزهق. و10,000 جنيه لنجوى. نجوى مين؟ دي عفريته معانا برضه،
بس ما بيعجبهاش اي حاجه فبديها فلوس وهي تشتري اللي هي عايزاه. قصدك يا سعيد؟ قصدك اني بتاعت فلوس؟ دي النيله ما قصديش حاجه يا ستي. يعني انت قصدك ان انا ما بيعجبنيش العجب؟ انت كمان مش عارف تجيب هديه بس يا بابا. بقولك ايه، انصرف، انسى مصلحتك مقضيه، مصلحتك مقضيه، سيبني في اللي انا فيه، انصرف. السلام عليكم. يعني انت قصدك ان انا ما بيعجبنيش حاجه؟ ده كان يوم اسود يوم ما حضرتك يا نجوى. يا حبيبتي انا ما اعرفش ايه اللي بيعجبك ولا ايه اللي بيريحك، ده كل العفاريت بترضى بقليلها، رقبه كتكوت، رجل نمله، اي حاجه وخلاص، لكن انت مش موقف فظيعه، فظيعه. بتعرف تجيب لعفاريت الارض كلها كل حاجه وتيجي عندي وتعطل. انا دجال بس مش بابا نويل. افهم ازاي الهدايا اللي بتعجبك واللي انت بتحبيها؟ اعمل فيكي ايه؟ يعني اولع في نفسي؟ اضرب الوضع عشان افهمك؟ ولا اسخط لك نفسي هديه عشان ترتاح يا نجوى؟ طيب يا نجوى، انا اسخط نفسي هديه عشان ترتاح يا نجوى. يعني يوم ما تسخط نفسك، تسخط نفسك لدبدوب، ايه الاستسهال ده؟ رجاله ما عندهاش تمييز.